Hi everyone, with you Mishayma Munir. Today let's start with jump upward for primer 3. Let's start with the new words. Please listen to me carefully. Museum, alarm, painting, jewelry, guard, guidebook, vase, sign, rope, statue, carefully, go across, push, upstairs, downstairs, turn right, turn left, go straight, start by, next to, away. Again, museum, alarm, painting, jewelry, guard, guidebook, vase, sign, rope, statue, carefully, go across, push, upstairs, downstairs, turn right, turn left, go straight, start by, next to, away. تمام؟ دي كانت مجموعة الكلمات النهاردة اللي معانا في Unit 8 Jump Upward for Primer 3. Let's move to the grammar. Okay, let's start. الجرامر النهاردة بيتكلم عن the past simple tense وزمن الماضي البسيط، وزي ما احنا عارفين انه حدث بدأ وانتهى خلاص في الماضي. تمام؟ في افعال اللي هي الافعال العادية اللي بنحط في نهايتها يا اما دي اي دي اي اي دي، دي افعال عادية. لكن في افعال بنسميها شاذة اللي هي زي سي سو از ووز جو وينت ار وير. تمام؟ لازم احنا عارفين تصريف الافعال لانه مهم جدا جدا جدا، نعرف نفرق بين الفعل الشاذ والفعل المنتظم، او الفعل المنتظم او الغير منتظم. طيب في حاجه اسمها keywords، مفاتيح الزمن، اللي اعرف منها ده في الباست سمبل تنس، لما يجي لي yesterday, once, one day, just now, in the past, ago, last, and so on. طيب الافعال المنتظمه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي بنحط في نهايتها يا اما دي اي دي اي اي دي. طيب اللي بنحط في نهايتها اي دي زي help, helped, cook, cooked, wash, washed, walk, walked, talk, talked, work, worked. برضو في أفعال بنحط نتها إيدي بس فيها اختلاف شوية، لما تكون بتنتهي بحرف ساكن وقبلها حرف متحرك زي hop. الأو هنا vowel والبي هنا حرف ساكن، عشان أعمله في الباست وحط له إيدي لازم أعمل دبل الحرف الأخراني وحط له إيدي. تمام؟ طب أفعال بقى اللي بنحط في نتها دي، دايما الأفعال اللي بنحط في نتها دي هي اللي بتنتهي بإي، زي bake, sneeze, smile, wave, dance, use, close, tie. طب ايه بقى الفعل اللي بينتهي بالواي؟ الفعل اللي بينتهي بالواي زي study، عشان احوله في الباست لازم اشيل الواي واحط اي اي دي، بس لازم شرط اساسي يكون الحرف اللي قبل الواي يكون حرف ساكن عشان اعمله ريموف واحط الاي اي دي. لكن الفعل زي play ما ينفعش اشيل الواي واحط اي اي دي لان الاي هنا حرف vowel. طب عشان اعمل negative او question بعمل negative ب didn't وبعمل question ب did. طيب ايه هي القاعدة او الفورم في didn't؟ بيبقى دايما بيجي subject وبعدين didn't وبعدين المصدر الفعل وبعدين باقي الجملة. for example Jana didn't go to school by bus، جانا ما راحتش المدرسة بالباص، ادي جانا و didn't و go ده الverb في الانفينيتيف. نفس الفكرة لما اسأل ب did دايما الverb بينزل في الانفينيتيف فورم، did you study، did you eat، الverb بينزل في الانفينيتيف في المصدر مش بيتصرف في الماضي. For example هنا في النيجاتيف we didn't when the children didn't pee in the park، فاحنا في الكويشن اهو قلنا did the boy see his teacher، يبقى احنا خدنا بالنا هنا لو في النفي او في السؤال الفيرب لازم ينزل في الانفينيتيف في المصدر، ما ينفعش اقول we didn't went that's wrong we didn't go. يبقى احنا عرفنا كده الباست سمبل هو زمن ماضي حديث عن افعال حدثت في الماضي او حاجه حدث بدا في الماضي وانتهى خلاص. ده كان الدرس اليونت 8 for jump upward primer 3. كان معكم شيماء منير. thanks for watching and see you soon.